التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا مراسلنا أحمد مصطفى ليضعنا في التفاصيل. أحمد تفضل، ما هي الملابسات؟ يعني قبل ما يقرب من نصف ساعة وقع هذا الحادث في المنطقة الفاصلة ما بين مركز قليوب ومركز طوخ في محافظة القليوبية المصرية، وبناء على مصادر الغد أكدت أن هناك عدد من الإصابات وربما يكون هناك عدد أيضا من الجثث التي جاري استخراجها من أسفل عربات القطار، لا سيما بعد أن وقع هذا الحادث وانقلبت عربتان من تابعتان للقطار. ويعني جاري العمل الآن من قبل وزارة الصحة المصرية على إرسال عدد كبير من الإسعاف إلى هذه المنطقة لنقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة من أجل إسعافهم. يعني نحن الآن في الطريق إلى مقر الحادث، لكن ما وصل إلينا من معلومات قبل دقائق قليلة يؤكد أن هناك وجود عدد من الإصابات، وربما وفقا لبعض شهود العيان في المنطقة جاري العمل على استخراج بعض الجثث، ما يعني أن هناك عدد أيضا من الوفيات، لكن حتى الآن لم يعني يتم تأكيد عدد المصابين أو الضحايا. لكن القطار كان متوجها من القاهرة إلى المنصورة وانقلب في هذه المنطقة وجاري العمل على حصر عدد الضحايا والمصابين. هل عرفت أي معلومات أخرى؟ مصطفى أعلم أن الحادث ما زال في بدايته، ما زال هناك العمل على يعني لملمة أي تفاصيل تحيط بالموقف طبعا، لكن هل عرفت أي تفاصيل عن القطار؟ هل هو من الدرجة المميزة؟ رقم القطار قلت لي بأنه كان متوجها إلى القاهرة من المنصورة، الفاصل الزمني بين القاهرة والمنصورة بهكذا قطار؟ نعم، يعني القطار كان متوجها من القاهرة إلى المنصورة، ويعني القطار يحمل رقم 949 وفقا لمصادرنا، لكن حتى الآن لم يتسنى لنا التأكيد من هذه المعلومة. وهو قطار ركاب متوجه من القاهرة إلى المنصورة، ربما عادة ما تستغرق المسافة قرابة 3 ساعات ما بين القاهرة والمنصورة مرورا بمحافظة القليوبية التي وقع فيها الحادث، لكن ربما كما ذكرت الحادث لا زال في مبكرا يعني الحديث عن معلومات أكثر أو تفاصيل أكثر موثقة ومؤكدة، لكن ما رشح إلينا من المعلومات وما ورد إلينا يؤكد وجود إصابات ويؤكد أن عدد كبير من عربات الإسعاف تم الدفع بها إلى موقع الحادث من أجل إسعاف المصابين ونقل من يعني تحتاج حالته إلى تدخل الجراح إلى المستشفى بشكل عاجل. ويعني هل تسنى معرفة الخروج يعني في أي منطقة انقلب القطار تحديدا مصطفى؟ يعني خرج عن القضبان، هذه هي الأسباب الأولية لغاية الآن، في أي منطقة خرج القطار عن القضبان؟ وإن كان يمكن الحاق أو اللحاق بالمصابين لإيصالهم إلى أقرب مستشفى في تلك المنطقة؟ بالفعل يعني القطار يعني في منطقة قريبة جدا من القاهرة، محافظة القليوبية تبعد ربما عدد كيلومترات قليلة جدا عن القاهرة، وبالتالي كافة المستشفيات المحيطة ستكون كثيرة يعني، ومن المتوقع يعني أن يتم إسعاف عدد كبير جدا من المصابين لا قدر الله حال وجود أعداد كبيرة من المصابين، لا سيما أن يعني القليوبية بها أيضا عدد كبير من المستشفيات التي تسمح أيضا باستقبال هذه النوع من الحوادث، وربما يعني كان هناك عدد من الحوادث المتكررة للقطارات في محافظة القليوبية، ويعني تم إسعاف المواطنين أو المصابين من ركاب هذه القطارات في محافظة القليوبية، ومن تحتاج حالته إلى مستشفيات أكبر يتم فيها التدخل الجراحي بشكل عاجل وبشكل أكبر يتم نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر، وهي مستشفى ربما تبعد فقط ما يقرب من 20 كيلومترا أو أقل عن موقع الحادث الذي وقع في منطقة تسمى بكفر الحصة في محافظة القليوبية. هل عرفت أي حركة عن حركات القطارات الأخرى في هذا الخط مصطفى؟ إن كانت الحركة تعطلت بسبب هذا الحادث أم هناك تسيير لحركة طبيعية للقطار، خاصة ونحن اقتربنا كثيرا من وقت الإفطار؟ لم يصدر أي بيان عن السكك الحديدية حتى الآن يؤكد انتظام حركة القطارات أو يعني توقفها، لكن من المرجح أن حركة القطارات
قد توقفت لا سيما وان هذه المنطقه يعني بها خطي قطار او شريطي قطار فقط، وبالتالي لا تسمح بمرور القطار حال وقوع حادث من هذه النوع، وبالتالي تعمل الجهات الامنيه وجهات الاسعاف من اجل اسعاف المصابين، وبالتالي يعني من المرجح ان حركه القطارات ستتوقف لعدد من الساعات ربما، لكن لم يصدر بهذا الشأن بيان عن السكك الحديديه او ضربة النقل حتى الان. طيب مصطفى، اشكرك جزيلا لغايه الان.